في مشاريع جزائرية وتستدعي أو تطلب أو تقدم عرضا لسوزان نجم الدين، ماذا هل توافق أولا؟ ثانيا، هل في شخصية معينة تاريخية أو سياسية تحلمين بتجسيدها مثلا في الجزائر أو في أي بلد آخر؟ أكيد في شخصيات كتير، وأنا لي الشرف أني أشتغل هون في الجزائر وباللهجة الجزائرية إذا بدك كمان، لأنه أنا كتير شاطرة باللهجات. ممكن تحكي لنا شو بيشرفني، الجزائري؟ بيشرفني وبيفرحني أني يكون موجودة بدراما جزائرية، يكون أقرب، يحسوني أقرب، عم بطلع لهم من بيتهم يعني من بلدهم. صح، فأنا بتمنى يصير هذا الشيء فعلا. إن شاء الله، خاصة أنه فيه توأمة سابقة وتعاون أكيد بين سوريا والجزائر في الدراما. إن شاء الله نتمنى ذلك. إن شاء رسالة الله. أخيرة للشعب اللبناني الفلسطيني السوري، للشعوب العربية التي تعيش المقهورة. نعم. الشعوب العربية المقهورة، أنا بدي أطلب شغلة واحدة فقط بهذا اللقاء، أنه أرجوكم 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 تعوا نتذكر أنه عدونا واحد، تعوا ما نلتهي ببعض. بمعنى بتلاقي مثلا حدا قال كلمة مثلا من سوريا، رد عليه واحد من لبنان، هذا بيشمل السوريين وهذا بيشمل اللبنانيين. أول شيء هذا بيمثل نفسه، ما بيمثلنا، ما بيمثل شعب، كل شخص بيمثل نفسه. ثانيا، مو وقت هالمهاترات، عيب وهزلت وبكفي وحرام. عدونا واحد، يا ريت نتحد ونحب بعض لحتى نعرف كيف بدنا نقاوم هالعدو، لحتى نعرف كيف بدنا نعيش وهالعدو عم يضربنا ونحن بس عم نتفرج وعم نموت هيك ببلاش. هذا اللي لازم نفكر فيه. وحاجة، ماسكين بعض على الكلمة وعلى الحرف، خلونا نرتقي بقى فوق هاي التفاصيل الصغيرة.